بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات مساق قانون أصول المحاكمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات مساق قانون أصولية والتجارية، حياكم الله وأسعد الله مساءكم، وتحياتي الحارة لكم في هذه المحاضرة العاشرة من هذا المساق، والتي وصلنا بها إلى المبحث الثالث، وهو المواعيد والمدد الإجرائية. إخواننا، بدي أقولكم على حاجة مهمة جدا. عملك كمحامي يتطلب أن يكون الشكل فيه مهم جدا. إذا صلح الشكل صلح الموضوع، صلح الإجراء، وصلح الحق، وصلح كل شيء. يعني ممكن أنت تكون على حق، لكن ما تتبعش الإجراءات في مواعيدها القانونية، أنت هيك بتضيع زبونك وبتضيع الحق اللي أنت موكل فيه. عشان هيك هندرس المواعيد ونشوف ضرورتها ووقتها، ومتى هيكون هذا المواعيد في كل لكل إجراء له مواعيد. طيب، الميعاد لغة يا إخواننا هو طبعا دائما الوقت المحدد لأمر ما. يعني أنا بدي أحدد موعد، يعني أنا بدي أحدد وقت لأني أقوم في هذا الإجراء، أو أكون مخلص إجراءاتي قبل هذا الوقت، أو يبدأ هذه الإجراءات عند بلوغ هذا الوقت. هنشوف ذلك بالتفصيل. طبعا في الاصطلاح هنخش على اختلاف الفقهاء في هذا الموضوع. البعض قال إنه الأجل الذي يحدده القانون لأجل عمل من أعمال مرافعة خلاله أو قبل حلوله، أو هو الأجل الذي يحرم القانون إجراء العمل حتى ينقضي. ويخز على هذا التعريف عدم شموله لجميع أنواع الأجال. هذا رأي من الآراء الفقهية. رأي آخر قال لحظة البدء ولحظة الانتهاء. رأي ثالث قال الأجال تحدد القانون مباشرة إجراءات المرافعات أو الحضور. المهم، يعني كلهم تكلموا عن المواعيد والمدد وأهميتها في تحقق إيش الاعتبارات. لكن إحنا بنقول يعني ضرورة وأهمية المواعيد ترمي إلى شغلتين يا إخوان، أو اعتبارين. تحقيق التوازن يرمي إلى الاعتبار الأول، إنه الإجراءات هذه يا إخواننا بتحولش دون الفصل في المنازعات في وقت المناسب. يعني أنت بتأخذ وقتك، بتأخذ إجراءاتك في وقت معين، لكن برضو هتنفصل في هذه المنازعات بلا شك. لكن دائما يا إخواننا العدالة الطويلة ظلم، وهذا طبعا يا إخواننا بترك يعني أمر هذه الإجراءات الخصومة من غير قيد زمني. عشان هيك إخواننا المنازعات والقضايا كثرت في المحاكم. هذا محكي على الفترة السابقة، يمكن الآن في استعجال. ولو أني أنا يعني من أصحاب الرأي إنه إحنا نتأنى ولا نستعجل، وأنا رأيي هذا رأيي الشخصي، ممكن يكون غلط، لكن هذا الرأي الشخصي إنه دائما لا بد أن يتم التأني في القضايا، وبالذات في القضايا المدنية والجنائية يتم التأني فيها، على أساس أنه يعني ممكن تظهر بينات، تظهر أمور تعكس الصورة التي وصل إليها القاضي. طيب، الاعتبار الثاني يا إخواننا إيش هو؟ هو منح وقت كافي للخصم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وإعداد وسائل الدفاع بما يؤدي إلى فعالية حق الدفاع واحترامه. طبعا هنا يعني أهمية المواعيد إخواننا لا تكفي لصحة الإجراء، يعني يلزم برضو الشكل اللي حدد القانون. ما ينفعش أنت تبقى عارف المواعيد وقتش بتقوم هنا وقتش بترفع القضية هاي، زي مثلا قضية التأمين، حادث طرق، ثلاث سنوات، قضية العمل، قضايا التاني، الأراضي، ماشي أنت عارف مواعيده، بس يا إخواننا لازم تكون وفق الشكل اللي حدده القانون وقالنا عليه. كل ظرف أو كل دعوة لها شكل ومواعيد معينة. طيب، بجوزش يا إخواننا، بجوزش إنه الطرفين الخصومة المدعي والمدعي عليه يتفقوا على تعديل الإجراء، أو على قانونية الإجراء، أو على الشكل الإجراء، أو على موعد الإجراء. هذه المواعيد منصوص عليها بالقانون، لا يجوز المساس بها.
إلا إذا رأى القاضي طبعا له سلطة تقديرية يتفضل يشوف إيش هو ممكن يعدل في بعض ومساحة قليلة جدا، زي مثلا موعد إنه يمنح المدعي عليه فرصة تانية إنه يقدم لائحة جوابية. هو إحنا بنقول في القانون 15 يوم من تاريخ التبليغ، لو أجى على المحكمة وقالت بلغت اليوم يا أستاذ أنا قبل يومين بالإعلان وما جاتنيش لأحد دعوة، بعطيه، لكن القاضي بيقدرش يغير موعد الاستئناف، بدل ما هو 30 يوم يخليه 31 يوم، لا يجوز. طبعا المواعيد إخواننا بتأدي وظيفة مهمة، بتفوت فرصة الاستعداد، المواعيد القصيرة والرؤية اللازمة لحسن العدالة. القانون بحدد مواعيد العمل الإجرائي طبعا بطرق مختلفة، منها ما يتحدد بصورة مستقلة دون أي علاقة بواقع سابقة أو لاحقة، ومثالها مواعيد التبليغ إخواننا، ملوش علاقة لا بواقع سابقة ولا لاحقة. هنا في موعد للتبليغ، صارت جلسة وتأجل، مثلا رحنا على المحكمة لقينا القاضي غايب عنده عزاء، لقينا في إضراب للموظفين، لقينا وضع البلد بيسمحش نشتغل، تأجلت لجلسة معينة ما لهاش علاقة بأنه إيش القاضي كان عنده أو إيش القاضي حيكون عنده، تأجلت لأنه إيش لم هو نجلس في هذا الموعد ولم نترافع، فتأجلت إداري، فبناخذ موعد التبليغ ما لهاش علاقة لا بالقاضي ليش غاب ولا إيش حيكون في الجلسة اللي جاية. هذا هو معناها. أو قاعدة ترتيب الدفوع إخواننا بكون مرتبط بوقائع معينة سابقة أو لاحقة. ترتيب الدفوع يا اخواننا طبعا انتوا عارفين اخذنا في الفصل اللي فات الدفوع الشكلية غير متعلقة بالنظام العام، تثار مرة واحدة وفي بداية الدعوة لا يجوز تأجيلها. المتعلقة بالنظام العام يجوز تأجيلها. الدفوع الموضوعية برضو كمان يجوز اثارتها خلال الدعوة. الدفع بعد القبول اخواننا هو يدفع قبل الدخول بالاساس في الدعوة، من ناحية ايش الصفة، الصفة هذا اللي رفع دعوة ولا مو الصفة. طيب أنواع المواعيد الإجرائية هنشوف هي قسمت إلى عدة أقسام من حسب النظرة التي ينظر إليها. أولا من حيث المصدر إخواننا تنقسم إلى مواعيد قانونية ومواعيد قضائية، وفيش نهائي نهائي خالص مواعيد اتفاقية، لأن المشرع هذا اللي بحددها إخواننا وهو الملتزم بها، والقاضي ما بيقدر إيش يتحرك فيها. أول حاجة المواعيد القانونية نص عليها القانون نص حرفي، لا للخصوم ولا القاضي أي سلطة بيقدروا إيش يغيروا فيها. هي تنقسم يا إخوان المواعيد القانونية إلى قسمين، حتمية وتنظيمية. الحتمية وهي التي يتوجب ممارسة الحق أو القيام بالواجب وفقا لها ولا ترتب على مخالفتها جزاء إجرائي، يعني لازم تمارس حقك خلال هذه المدة، فيش إمكانية تزيد عن هيك. يعني مثلا إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل به الإعلان فلا يعتبر الميعاد مرئي إذا تم إعلان خصم خلاله. زي إيش إخواننا؟ زي بعد الطعن بالأحكام، القانون قال 30 يوم في الاستئناف 40 يوم في النقد، بدك تستخدم حقك في هذول المدتين، ما تجيش في الاستئناف تستأنف في المد في اليوم 32، ممنوع، يرد شكلا، ولو كان عندك حق يروح يذهب حقك ايش هباء منصورة. طيب الان احنا المواعيد التنظيمية هي المواعيد اللي يضعها المشرع بغرض الترتيب والتنظيم والسرعة ولا يترتب على مخالفة الجزاء الإجرائي. زي ايش يا اخواننا؟ تسليم ورقة الاعلان لمأمور التبليغ، قالوا سلموه خلال 48 ساعة، وهو مع أسبوع، يعني لو سلموا خلال 3-4 أيام ما فيش فيها حاجة، لو راحوا بلغ خلال 10 أيام ما فيش فيها حاجة. هذه المواعيد التنظيمية مش مشكلة، يعني القصد المشرع من ترتيبها التنظيم وسرعة الإنجاز. طيب نيجي للنوع الثاني، نشوف المواعيد القضائية. هي المواعيد اللي يعني القاضي من القاضي القضائية من القاضي بمنحها للخصوم بقصد القيام بأمر معين نظرا لظروف الدعوة. القاضي بيفتح ملف الدعوة، يشوف انه في امكانية يعطي هذا طرف الخصومة، احد اطراف الخصومة، موعد جديد ولا ما يعطوهوش، مش يعني معاد حتمي.
مثلا يعني هو احنا نقرا في القانون اصول المحاكمات انه المدعي لازم اللي هو ايش يقدم لائحة جوابية خلال 15 يوم من تاريخ تبليغه. يعني هو لو راح يعني اجا وقال مثلا والله انا تبلغت في لائحة الدعوة يا استاذ قبل يومين وما لحقت اشوك المحامي، التمس التأجيل لتوكيل المحامي وتقديم لائحة جوابية، بعطيه القاضي ما بقولش لا، ما بنكرش عليه حقه هذا. طيب ثانيا تنقسم المواعيد بحسب الوقت، يعني المتعين على القاضيين ميعاد كامل، نشوف ميعاد كامل وميعاد ناقص وميعاد مرتد. نشوف أول حاجة الميعاد الكامل. إخوانا الميعاد الكامل إنه هذا الميعاد لازم ينقضي بالكامل قبل مباشرة أي إجراء. القانون أعطاك ميعاد لازم يخلص هذا الميعاد كله عشان تقوم بهذا الإجراء، فلا يجوز حصول إجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من هذا الميعاد، زي مواعيد التكليف بالحضور اللي يبدأ بتحديد موعد نظر الدعوة وينتهي في يوم الجلسة المحددة، ولا يجوز الخصوم قبل الموعد المحدد للجلسة. يعني القانون قال لك خلال أسبوعين، أو قال لك الجلسة مثلا إحنا اليوم التاريخ عندنا 15، قال لك الجلسة في 30، ما هو أنت ما بتقدرش تيجي قبل 30 تقول للقاضي يلا تعال تنشتغل، هاي الطرف الثاني موجود، إلا إذا في مصالحة، إلا إذا بدكم تتركوا الدعوة ماشي أوكي، لكن مرافعة والشهود وماشي قضية عادية ما بتقدر أنت، إلا طبعا بإذن القاضي، لكن هذا يعني في أحوال نادرة جدا. المهم أنت ما بتقدر تيجي قبل يوم الجلسة وتقول للقاضي بدنا نشتغل الملف هذا وهات الموظف هالملف هذا، ما بتقدر، في لها يوم موعد، لما تنتهي كل الأيام هذه وتيجي لموعدها أنت تستطيع المرافعة في هذا اليوم. طيب نشوف احنا الميعاد الناقص. الميعاد الناقص انه هذا الموضوع يعني يجب ان يتخذ هذا الاجراء خلاله، واذا انت ما اخذتش اجراءاتك خلاله بترتب عليك ايش؟ جزاء اجرائي، بترتب عليك جزاء اجرائي، فانت لازم انت تاخذ هذه الاجراءات من وقت انت ما يعطيك هذا الميعاد خلال هذا الموعد قبل انتهائه، لابد أن تكون إيش متخذ إجراءاتك. زي إيش؟ زي موعد الطعن بالأحكام، حكمنا اليوم فما بقدرش إلا تأخذ إجراءاتك خلال 30 يوم، ما ينفعش أنت تستنى لما يخلصون بروح حقك وحق موكلك بهذه الطريقة. فهذا اسمه الميعاد الناقص اللي هو الطعن بالأحكام، 30 يوم تأخذ إجراءاتك خلال 30 يوم، تقدم استئنافك خلال 30 يوم، 40 يوم للطعن قدم طعنك خلال 40 يوم. طيب النوع الثالث اللي هو الميعاد المرتد، وهو الذي يجب أن يتخذ الإجراء قبل بدئه، قبل ما يبدأ هذا الموعد لازم تتخذ إجراءاتك، وإذا ما اتخذتش الإجراءات قبل ما يبدأ هذا الموعد يترتب عليك إجراء إيش أو جزاء إجرائي. يبقى هذه تتفق إخواننا مع المواعيد الكاملة، فإنه لا يجوز اتخاذ إجراء خلالها، تختلف عنها من حيث الإجراء يجب أن يتخذ قبل بدء الميعاد، بينما في الميعاد الكامل يجب أن يتخذ إجراء بعد انتهائه، وبالتالي المواعيد المرتدة هي مواعيد يمتنع اتخاذ الإجراء بحلولها. يعني تختلف عنها المواعيد الكاملة انه يجب اتخاذ الاجراء هذا قبل بدء الميعاد فيها، قبل ما يبدا الميعاد تبعها لازم تكون مخلص. طب ايش الغرض من اللجوء الى هذا النوع من المواعيد؟ عشان المحكمه تتاكد انه عندك جديه من الاجراء المطلوب اتخاذه قبل الميعاد، حتى يتمكن من اصحاب الشان واللي لهم علاقه في هذا الموضوع الاستعداد لمواجهه هذا الاجراء وما يقتضيه. يعني يحسب يا اخواننا الميعاد هذا بطريقة عكسية، يعني اول الميعاد من اخره ونهاية الميعاد من اوله، ويحسب هذا الميعاد زي ما انتم شايفين بالرجوع للخلف بطريقة ايش؟ عكسية. طب ايش المثال تبعه عشان احنا نفهم الصورة صح؟ ايش المثال تبعه؟ المثال تبعه يا اخواننا
بقول لك يعني انت بدك تقدم اعتراض على قائمة شروط بيع العقار ب3 أيام على الأقل قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراض. يعني لو كانت الجلسة يوم 20، قبل يوم 19 18 17 بدك تكون ايش مقدمها. عشان هيك زي ما هو جايب لنا مثال هنا اخر بقول لك اذا كانت الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات هي يوم 15، هذا اليوم يعتبر نهاية الميعاد من الناحية الواقعية. طيب وقت ايش بيبدأ الميعاد من الناحية القانونية؟ شيل 3 أيام من هذا الموعد، من 15 شيل 3 أيام اللي هو يوم 14 يوم 13 يوم 12، يبقى يوم 11 هو آخر يوم يمكن لك تقديم الاعتراض فيه. شايف؟ قبل ما يبدأ المواعيد ب3 أيام لازم تكون متخذ إجراءاتك وأنت واضع اعتراضك عشان ما تخشش في إيش المحظور. طيب ثالثا مواعيد المسافة. مواعيد المسافة يا إخواننا هي التي تضاف للميعاد الأصلي عشان صاحب الحق ما يفقدش يا إخواننا حقه عشان الوقت، لأنه بده ينتقل من مكان لمكان، بده يأخذ وقت إضافي، وقت طويل في مسافة، فهذه الأمور يكون منها الغرض أن المخصوم يستفيدوا استفادة كاملة بالمواعيد المقررة لصالحهم حتى لا يضيع جزء من الميعاد الأصلي في قطع المسافة. يعني خاصة يكون في ذات البلدة المراد اتخذ إجراء فيها على آخر، يعني بيختلف واحد يعني في رفح حيجي على المحكمة في رفح خلال 10 دقائق يكون في المحكمة من أي مكان في رفح، 10 دقائق ربع ساعة. لكن لو الخصمها الثاني من بيت حنون قديش بده وقت احنا عشان يصل من بيت حنون لرفح؟ بده ساعة وربع. فهل الساعة وربع اللي بيقطعها الخصم هذا زي الربع ساعة اللي بيقطعها الخصم اللي من سكان المدينة ذاتها؟ طبعا لا، فهذه تضاف له مواعيد المسافة ويراعوا وقته ويراعوا ايش وين هو ساكن. طيب كيفية احتساب المواعيد الاجرائية؟ المشرع يا اخواننا قدر المواعيد الاجرائية بالساعات او الايام او الاسابيع او الشهور او السنين، وبين طريقة احتساب هذه المواعيد يا اخواننا باشارته. كيف يعني بينها باشارته؟ للمدد بالايام والاسابيع والسنين. كل هذه المدد يا اخواننا اسابيع ايام شهور سنين تبدأ من وقت ايش؟ تبدأ من اليوم التالي لحدوث الاجراء. يعني اليوم صدر حكم، اليوم 15 الشهر صدر حكم، ما منعدش يوم 15، منعد 30 يوم للاستئناف من تاريخ بكرة. تمام؟ عشان احنا منحسبش من ساعة لساعة، لانه بدك تقول مثلا صدر الحكم يوم 15 الساعة 9 ولا الساعة 12 ولا الساعة 2 في المحكمة، عشان عد 30 يوم بالضبط مش هزبط معانا نحدد الساعة والوقت والدقيقة. فاحنا منستثني يوم الحكم او يوم الاجراء هذا ونبدأ نعد ايش من يوم التالي لهذا الاجراء في كل المواعيد يا اخواننا بلا استثناء. النقد 40 يوم من اليوم التالي للحكم، كل زي هيك. طبعا اذا كان اخواننا بالشهور بنتهي بانتهاء اليوم الذي يحمل تاريخا مماثلا لتاريخ اليوم السابق لبداية الفترة نفس اليوم. يعني قالوا مثلا 4-5 شهور ثلاثة بنتهي 3-7 مثلا قال 4 شهور بنفس اليوم اللي هو ايش اللي اتخذ فيه الاجراء يوم 3 من الشهر. طيب وتعود الاخوان ليش تعود الحكمة؟ احنا قلنا انه الكسور الايام والساعات يعني لا يجوز احتسابها لانه هتسبب عنا ايش اشكاليات كثيرة جدا خصوصا لما نجي نحسب الدقائق. فاحنا نستثني يوم الاجراء اللي هو يوم الحكم، يوم الطلب، يوم هذا، ونعد اللي هو المدة للاستئناف او للنقد او للطلبات او لاي شيء في اليوم التالي لهذا الاجراء. تمام. طبعا المواعيد تحتسب بالتقويم الشمسي اللي هو الميلادي ولا تحتسب بالمواعيد ايش الهجري. امتداد المواعيد يا اخواننا، امتداد المواعيد، وصلنا لعنوان امتداد المواعيد.
طبعا انتوا عارفين اذا صادف اخر يوم في مثلا من ايام الاستئناف 30 يوم عطلة رسمية، امتد يعني هذه المدة امتدت يوم زيادة لبعد العطلة الرسمية، يعني اخر يوم طلع يوم ثابت او يوم اجازة رسمية او اشي، يمتد الموعد لبعد هذا لبعد هذه المسببة بيوم. فهنا تكون ايش هي امتداد هذه المواعيد، لان العطلة الرسمية يا اخواننا ايام راحة للجميع، تعطل فيها مصالحها وزاراتها كل ايش في مكانه، عشان ايش من نكدش على الناس ونكدر صفهم فمنقومش بتنفيذ هذا الاجراء في هذا اليوم، فيمتد الى ايش اليوم التالي لهذه المناسبة او لهذه العطلة. طيب المشرع يا اخواننا يعني لم يبين، مشرعنا الفلسطيني لم يبين اثر السبب الاجنبي على المواعيد الاجرائية بشكل صريح كحال العطلة الرسمية. ورد ذلك بخصوص وقائع بعينها كالمادة 197، ورد في وقائع قال لك اللي بينت أثر وفاة المحكوم عليه أو إعلان إفلاسه أو فقد أهليته أو زوال سمة مكانه مثل خلال ما ترتب ذلك انقطاع هذا الميعاد، ولا يعود إلى السرايا إلا من تاريخ تبليغ الحكم لورثته أو من يكون مقام. أخواننا الآن إذا كان توفى شخص أو كان يعني طرف الخصوم مدعي ومدعي عليه وفقد أهليته، زالت صفته، تم إعلان إفلاسه، كل هذه يعتبر القانون أو المشرع من قبيل السبب الأجنبي. الآن يا إخواننا بتنقطع الخصومة في هذه الحالة بسبب السبب الأجنبي، وينقطع الموعد كذلك، ولا تعود للسريان هذه المدة سواء مدة سقوط أو مدة استئناف أو مدة رفع قضية أو مدة مطالبة إلا من اللحظة التي يزول معها هذا السبب الأجنبي. وفاء أجوا ورثته تبلغوا، يبقى أحيانا تم زال السبب الأجنبي وإحنا إيش بنستكمل المدة مع الورثة حسب الأصول. تعين له، زالت صفته، تعين له ولي وصي قيم، نستكمل من ساعة التعيين وهكذا. طيب اخوانا ايش يعني اذا كان الخصم هذا يعني اصبح في هذه الحالة في حالة استحالة مطلقة، يعني اي واحد يا اخوانا، نفترض واحد من المدعين انجن، صابت حالة من الجن، كيف هذا بده يجي يقف قدام المحكمة ويدافع عن نفسه ويقدم بينات؟ فصار في استحالة مطلقة من هو يقف امام القضاء، وهذه مسألة طبيعية مش مسألة يعني افتراضية، عادي ممكن تصير، أو ممكن يصدر كان مرفوع عليه قضية وكان هو مقدم طلب إفلاس قضية تانية، يعني بس في طلب يعني بشكل طلب صدر له قرار بالإفلاس، في هذه الحالة لازم يكون هو بكل الشهلية بكون بده يوكل واحد عنه أو توفى، هل تنقطع الخصومة يا إخواننا إلى حين زوال السبب الأجنبي؟ يا أما الورثة بتوكله بوكالة جديدة وكلوه خصم وكله محامي، يا اما بتعين قيم وصي ولي على هذا المجنون او المعتوه او اللي زالت صفته حسب الاصول. طيب سلطة القاضي في تعديل المواعيد، القاضي اخوانا له سلطة في تعديل بعض المواعيد. هو الاصل لا يجوز للقاضي تعديل هذه المواعيد اللي حددها القانون، لانه هذه وضعت كضمان للخصوم كلهم سواء مدعي او مدعي عليه، ربما لوش القاضي انه يجي يحرمهم، لكن في استثناءات اخواننا على هذه القاعدة هنشوفهم هم اثنين. واحد القاضي تعديل بعض المواعيد في الاحوال المستعجلة اذا اقتضت الظروف ذلك، مثل امكان التقصير بإعادة تكليف بحضور الخصم او الشاهد، يعني القاضي شاف انه المعاد تأجيل طويل فاحنا بنبلغه بفترة اقصر عشان ايش الناس مستعجلة او في عندها ظروف في أحوال مستعجلة أو بدها تحافظ على حقها أو بدها تسافر. الشغلة الثانية لا يجوز، يعني يجوز تمديد المواعيد، تمديدها إذا نص القانون على ذلك صراحة، تمديد بسبب المسافة، سكان زي ما قلنا قبل شوي سكان بيت حانون سكان رفح، وهذه طبعا التعديل يعني نهاية المدة لا بدايتها بمسها، طبعا بمس نهاية المدة لا بدايتها، يعني هو بتكلمش عن بداية المدة، ممكن نهايتها بكسرها بطولها زي ما احنا شفنا قصة المدعي في بيت حانون وفرفح، هذا كبيصة بساعة ونص،
هذاك بيصل بساعة بربع ساعة. فعشان هيك القاضي في هذه الحالة بقول لك الجلسة يا عمي خليها على 11، براعي هيك بمدد أو بعطي له مهلة زيادة، أيام زيادة عشان يلحق يصلوا التبليغ. فتبع رفح بتبلغ في نفس اليوم، لكن تبع بيت حنون حيتبلغ بعد أسبوع 10 أيام ويمكن شهر، فعشان هيك الجلسة بتتأجل لشهر. طيب احنا الآن يعني ماشيين وصلنا لعند الفصل الثاني، سير الخصومة والجزاء الإجرائي. حنتوقف عند سير الخصومة والجزاء الإجرائي عشان إن شاء الله المحاضرة الجاية نشوف الفصل الثاني، هذا عنوان جديد، نشوف المبحث الأول سير الخصومة وعرض الخصومة والجزاء الإجرائي. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.